searching for rare antiques here in Kuwait telling a very interesting story behind it and the challenges made to own expensive collection right here on antiques Cultural heritage is not only monuments, it is also a nation of immaterial expression such as music, tales, and traditional knowledge that the nation passes through generations, as well as those multiple and different architectural antiques and other material remains of time, ornaments, clothes, documents, and many others. And of course, all of which is expressed as soul, pulse of life, and culture. Now, Let's zone out and head back to the last century to witness many of the diversified certificates of the House of Knowledge, which is known as Dar al Ma'arif, right before the independence. السلام <سؤال> عليكم يعطيكم العافية جميعا نرحب فيكم في برنامجنا وان شاء الله تشوفون شغلات حلوه ونادره هالمره أه بعرض لكم ان شاء الله أه القطعه هذه قطعه جميله بروازها الاصلي احنا دائما اهل الانتيك والتحف واصحاب المتاحف الخاصه نحب القطعه او الوثيقه مع بروازها الاصلي أه شهاده مدرسيه بالحجم هذا الكبير أه مكتوب عليها حكومه الكويت على شعار العلمين اداره المعارف شهاده الدراسه الابتدائيه. الشهاده هذه جدا مهمه هني موقع عليها رئيس المعارف انا ذاك الشيخ عبد الله الجابر الصباح وكان مدير المعارف هني عبد العزيز حسين وطبعا الشهاده هذه سنه 1955 من الشهادات النادره جدا اللي تقريبا يعني من 20 سنه وانا ابحث عن المجاميع هذه إلى أن كونت المجموعة هذه من النماذج المختلفة اللي تخص الشهادات المدرسية بتشوفونها معنا الآن عندنا شهادة ثانية حلوة وجميلة ومميزة مع بروازها أيضا الأصلي ولكن نشوف البرواز شعار الجميل العلمين فوق النسر كلمة الكويت بالمنتصف برثن آل صباح أيضا موجود والبوم والبحر معارف حكومة الكويت ايضا في قبل الاستقلال الشهاده هذه ومقع عليها رئيس المعارف عبد العزيز حسين وهني ايضا مدير المعارف انا ذاك عبد الله الجابر الصبح من القطع الجميله جدا والنادره وطبعا اصدار 1960 نموذج جميل وفي ايضا نماذج مختلفه اخرى طبعا احنا نبحث كاصحاب متاحف خاصه على هالقطع هذه ونحاول قد ما نقدر ان نشوف النماذج والاصدارات المتنوعه ايضا الشهاده هذه الحلوه والجميله مع بروازها الاصلي نشوف شعار العلمين فوق أسف... فوق الشهاده وبالاسفل معارف حكومه الكويت شهاده الدراسه المتوسطه طبعا ايضا رئيس المعارف انا ذاك موقع هني مو موجود عبد الله الجابر موقع عنه عبد الله المبارك الصباح هذه جدا طبعا شهاده تكون نادره يوقعها يوقع عليها نائب حاكم الكويت. هني مدير المعارف عبد العزيز حسين ايضا من الشهايد الجميله والنادره جدا سنه 1959 يحلو البرواز ويحلو القطع هذه اللي قد ما نقدر احنا اصحاب المتاحف الخاصه ندور شعارات قبل الاستقلال والشغلات المميزه الاصليه. طبعا ان شاء الله عندنا ايضا نموذج رابع من نوادر ايضا القطع الحلوه. تختلف عن نظيراتها شهاده ايضا معارف حكومه الكويت شهاده اتمام التدريب المهني للعمال بالكليه الصناعيه ايضا هني بس نشوف الشعار الاماره اصغر البرواز اصغر وحجم الشهاده اصغر شوي ولكن النموذج هذا سنه 1960 وهني من ينوب عن رئيس المعارف عبد الله الجابر ينوب عنه هني الشيخ سعد هذا توقيع الشيخ سعد مكتوب عن رئيس المعارف قطعة جدا مميزة مدير المعارف أنا ذاك عبد العزيز حسين طبعا سنة 1960 وهني ختم هني شعار العلمين أيضا الختم هذا اللي خاص في دائرة المعارف من القطع المميزة واللي طبعت في مطابع حكومة الكويت. Malik owns many of the documents that belonged to the last century and of course which is considered rare and not have been shown before that belongs to the past rulers of Kuwait. Let's check them out right now. في <applause> نموذج ايضا خامس انا اتمنى ان احصل منه ولكن في صوره مصوره قديمه هي الصوره هذه قديمه ولكن ان شاء الله اتمنى ان احصل على هالنموذج هذا اشوف شعار العالمين المثلث معارف حكومه الكويت قطعه ايضا تاريخها مؤرخه 1959 وقع عليها رئيس المعارف عبد عبد الله الجابر ومدير المعارف عبدالعزيز العزيز حسين من القطع الجميله وان شاء الله ان شاء الله نتمنى احنا كاصحاب متاحف خاصه وانا ايضا امتلك هالقطعه هذه الكل وده يزين متحفه في مقتنيات الكويتيه القديمه سواء من تحف من مقتنيات البيت الكويتي من المقتنيات البحريه، المقتنيات الباديه، للدلال، الوثائق الجميله اللي تخص حكام الكويت والاسره الحاكمه وتواقيعهم، او ايضا البطاقات او الهويات، الكثير من المقتنيات اللي احنا ودنا نمتلكها كاصحاب متاحف خاصه. عندي طبعا الوثيقه هذه جدا حلوه، دعوه مرسله من مستشفى الارساليه الامريكيه في الكويت الى التاجر محمد عبدالله السعد رحمه الله عليه وذكر في الرساله. تتشرف الإرسالية الأمريكية في الكويت بدعوتكم لحضور حفل افتتاح جهاز الكشف الحديث للأشعة جهاز الكشف الحديث للأشعة وستكون الحفلة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ المعظم أحمد الجابر صبحان ذاك الذي سيتفضل بافتتاح الجهاز بيده الكريمة في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم السبت الموافق 17 إبريل 1943 وتعتبر هذه الوثيقة من النوادر جميلة الخاصة في المستشفى الأرسالية الأمريكية. طبعاً ما شاء الله المقتنيات عديدة والوثائق عديدة إن شاء الله تستمتعون فيها إن شاء الله وشوفون شغلات غريبة معنا. هذا التوقيع القير رسمي قبل أن يتولى سدة الحكم الشيخ جابر الأحمد جابر صباح أمير الغلوب. طبعاً هذه الرخصة رخصة تجارية صادرة من حكومة الكويت إدارة الأمن العام بالأحمدي. فتح دكان خباز وهذه طبعاً الرخصة من إدارة الأمن العام بالأحمدي وكان رئيسها الشيخ جابر الأحمد جابر صباح هذا توقيعه باللون الأخضر والرخصة هذه أيضاً موجودة رخصة سنة 1956 بالضبط 26-5-1956 وتعتبر قطعة مميزة وجميلة ونادرة عندنا أيضاً دفتر هذا أو الكتيب صغير اللي مؤتمر النفط العربي الأول وطبعا معرضه مكتوب مؤتمر النفط العربي الاول هو معرضه بالقاهره ابريل 1959 وعليها شعار العلمين فوق طبعا بالمعكوسين العلمين وهني فوق لا اله الا الله محمد رسول الله الكويت ابريل 1959 وطبعت طبعا البروشور هذا او الكتيب الصغير هذا في مطابع حكومه الكويت وفيها تفصيل جميل عن خريطه الكويت هنا بالداخل ونموذج عن اماره الكويت مختصر مفيد عن الكويت وكذا وعن النفط والامور هذه. وطبعا بالعربيه والانجليزيه بالخلف ايضا نشوف باللغه الانجليزيه من البروشورات او الكتيبات الجميله جدا للمؤتمر النفط العربي الاول اللي صار سنه 1959 بالقاهره. عندنا الكتيب ايضا هذا الجميل تعريفي خاص حكومه الكويت، اداره الاشغال العامه، قسم الاطفاء العام، مدرسة التدريب طبعا تعرض في الكتيب هذا يعرض فيه صور جميلة ونادرة عن مدرسة التدريب وأجهزة التنفس وقط المكافحة هنا نشوف شعار العلمين الخاص للمطافي ولكن العلمين فيهم هنا الخوذة والمطرقة الاطفاء فاير من القطع الجميلة والنادرة مكتوب هنا طاعة تضحية إخلاص من القطع المميزه وداخل طبعا بالكتيب في الكثير من الارشادات والكثير من القطع والتدريب ايضا للمطافي والاشخاص اللي منتسبي دائره الاطفاء من القطع المميزه والجميله جدا وعندي ايضا القطعه هذه البرقيه جميله جدا عليها شعار العلمين المثلث برقيه هاني طبعا البرقيه هذه بمناسبه العيد المغفور لهما باذن الله تعالى الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح من لندن مرسله الى صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم صباح ابو الدستور مختومه بتاريخ 6 جولاي 1957 والبرقيه عليها شعار الاماره قبل الاستقلال مثل ما قلنا وفيها الرد ايضا الرد على البرقيه من ابو الدستور عبد الله السالم الصباح الى امير الانسانيه الشيخ صباح السالم الصباح بمؤرخة بتاريخ 7 7 1957 من القطع الجميلة والحلوة وأيضا كإحنا أصحاب متاحف خاصة نعشق أن تكون هذه القطع عندنا في متاحفنا عندنا البوست كارت هذا بوست كارت جميل جدا ونادر هذا تقريبا بأواخر الثلاثينيات أو الأربعينيات من القرن الماضي البوست كارت هذا طبعا لي أخوي الله يرحمه برحمته الواسعه بدر مقصيب من هواه الانتيك والتحف في الكويت وتوفاه الله وايضا هو اللي جاب لي القطعه هذه وتعتبر من نوادر البوسكارت اللي تداول في الكويت في اواخر الثلاثينيات او او الاربعينيات من القرن الماضي وشيء جميل جدا ونادر وتستاهلون ما هو اندر I really hope that you have enjoyed this episode and let's see you next time.